الحلقة 19 من تفسير جزء عامة، والحلقة الرابعة في تفسير سورة التكوير. الآية 8 فيها أسئلة كتير. ما الوأد وما حكمه؟ الوأد معناها القتل للطفل الصغير، ويسمى الموؤودة لأن كانوا زمان بيأتوا بالطفلة الصغيرة ويحطوا عليها تراب فيثقلوها بالتراب حتى تموت. طيب حكمه محرم. لو تم إجهاض طفل بعد 42 يوم أصبح إجهاض. طب لو نزل بعد 42 يوم وكان لم يظهر عليه أثر إنساني يبقى مش إجهاض، لكن بعد 56 يوم غالبا إجهاض، لأن بعد 56 لازم يكون ظهر فيه أثر إنساني. طب ما عقوبة من كره إنجاب البنات؟ أولا تشبه بالكفار، خد ذنب تشبه بالكفار وذنب عدم التصديق بالرزق، فرزق البنت عند ربها، وذنب عدم التصديق أنهم هدية أفضل من الرجال. دول ثلاث ذنوب. طب إيه الدليل على إن اللي بيكره خلفة البنات متشبه بالكفار؟ إن ربنا قال ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمه. وقال تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو قظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. تاني حاجة ذنب عدم التصديق بالرزق. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وذنب عدم التصديق إنهم هدية لأن الله بدأ بهن في الترتيب، فقال عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فجعل الإناث هم الهدية رقم واحد. وما سماه الله هبة فهو بالشكر أولى وبحسن التقبل أحرق. طب ما جوائز من فرح بإنجاب البنات؟ أول حاجة بياخد أجر مخالفة الكفار وأجر التصديق بالرزق وأجر التصديق إنهم أفضل هدية، أدي ثلاث أجور. تاني حاجة بالبنات تهزم الأعداء. واحد بعت رقعة بيهني صاحبه بالبنات فبيقول إيه أحد السلف أهلا وسهلا بعقيلة النساء وأم الأبناء وجالبة الأصهار والأولاد الأطهار والمبشرة بإخوة يتناسقون ونجباء يتلاحقون. وقال معاوية رضي الله عنه فوالله ما مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا أعان على الزمان ولا أذهب جيش الأحزان مثلهن وإنك لواجد خالا قد نفعه بنو أخته وأبا قد رفعه نسل بنيه. والجائزة الرابعة إن دوت الخمسة إن ده أيسر في التربية وأكثر برا وحبا لأبيهم ودعاء له وخدام لا يمللنه. والشاعر بيقول رأيت رجالا يكرهون بناتهم وفيهن لا نكذب نساء صوالح وفيهن والأيام يعثرن بالفتى خوادم لا يمللنه ونوائح. يبقى عندنا ست جوائز للي يحب البنات: أجل مخالفة الكفار، أجل التصديق بالرزق، أجل التصديق أنهم هدية، أن ربنا يجعلهم سبب لهزيمة الأعداء، وأن هم أيسر في التربية وأكثر برا وحبا لأبيهم وخدمة لهم. طيب الآية رقم 8 فيها سؤال: ما هو الوأد الخفي وما حكمه؟ الوأد الخفي هو العزل وهو استخدام وسائل منع الحمل. ايه هو العزل؟ ان الواحد يجامع وقت الجماع ينزع ذكره وينزل في الخارج. طيب وطب ليه حكمه ايه مكروه بدون سبب؟ مكروه بدون سبب دي حكمها بقى حكم وسائل منع الحمل
اللي احنا خدناها بالتفصيل في الفقه، في فقه النكاح. طب ما الغيلة وما حكمها؟ الغيلة جماع المرضع، واحدة بترضع وبتجامع وبتحمل، ودي جائزة لأن النبي لم ينه عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. طيب كيف نفهم حديث الوائد والموؤودة في النار؟ الوائد والموؤودة في النار ده بدون الموؤودة دخلت النار. الحديث دوت عن سلمة ابن يزيد الجعفي، انطلق هو وأخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده صححه الألباني. طيب معناه إيه؟ معناه قبل الإسلام الوائدة والموؤودة التي قتلت بعد البلوغ ولم يسلم فهما مخلدون في النار، لأن الحجة وصلتهم بوصول دعوة إبراهيم واليهودية والنصرانية. الدليل ان عن سلمة بن يزيد الجعفي قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوائدة والموؤودة في النار الا ان تدرك الوائدة الاسلام فتسلم. طيب الآية 8 فيها سؤال: ما حكم اطفال المشركين؟ احاديث قالها النبي قبل ان يعلم مصيره، فاطفال المشركين دوت بداية النبي ما كانش يعرف مصيره، فالنبي قال مجموعة احاديث وأحاديث تانية قالها بعد ما عرف مصيره. زي إيه الحديث الذي قالها قبل أن يعلم مصيرهم؟ عن عائشة أم المؤمنين: توفى صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال النبي: أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لها أهلا ولهذه أهلا فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. طيب وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. بعد كده النبي علم مصيرهم فنص أنهم في الجنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال: هم خدموا أهل الجنة. وعن سمرة إن في كان النبي دائما يسألهم: هل رأى منكم أحد الرؤية؟ في آخر الحديث إن إن إن, إن الأطفال فين؟ مع سيدنا إبراهيم. إن أطفال كلهم مع سيدنا إبراهيم. طيب وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. وعن أبي الأسود ابن سريع قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال قوم جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟ فقال رجل: يا رسول الله، إنما هم أولاد المشركين. قال: ألا إن خياركم أبناء المشركين. ثم قال: ألا لا تقتلوا ذرية؟ قال: كل نسمة تولد على الفطرة حتى يهب عنها لسانها فأبواه يهودانه وينصرانه. طيب الآية 8 برضو فيها سؤال: ما مذهب ابن القيم والألباني في أولاد المشركين؟ بيقول إن هم يمتحنوا في عرصات يوم القيامة، لأن أحاديث الامتحان اللي فيها امتحان الأطفال ضعيفة. يبقى الرد على ابن القيم والشيخ الألباني ان جميع الاحاديث اللي تقول ان الاطفال المشركين هيمتحنوا دي احاديث ضعيفة. طب ما حكم غلام الخضر وما اتقتله؟ وغلام الخضر من اولاد المسلمين وهو مسلم اجماعا، ولكنه طبي على الكفر، ولو عاش سيجعل ابويه كافرين فاراد الله بهما خيرا بقتله. طيب الآية 14: كيف نوضح ما يتوهمه البعض من التعارض بين قوله علمت نفس ما قدمت وأخرت؟ يدل على إن الذي يعلم يوم القيامة ما قدم وما أخر نفس واحدة، علمت نفس واحدة هي اللي علمت، مش كل النفوس. وآية تانية: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. هل هي نفس واحدة ولا كل نفس؟ الجواب إن كلمة نفس دي اسم جنس كل نفس، والنكرة التي كانت لا تعم إلا في سياق النفي أو الشرط أو الامتنان كما تقرر في علم الأصول، فإن التحقيق إنها ربما أفادت العموم بقرينة السياق. ما هو اللي عنده مشكلة يقول لك أنا عشان النكرة تفيد العموم في أصول الفقه لازم تكون في سياق نفي أو شرط أو امتنان، وهنا لا في نفي ولا شرط ولا امتنان. نقول له لا، في حاجة زيادة، اللي حط القاعدة الأصولية أخطأ، اللي هي السياق. السياق ممكن يفيد العموم، علمت نفس يعني علمت كل نفس.
طيب الآية رقم 15، لماذا لم نرجح قول ابن مسعود عن طريق أبي ميسرة فلا أقسم بالخنس إنه البقر الوحشي، ولم نرجح قول ابن جرير أنه يحتمل جميع التفاسير، ولماذا رجحنا قول علي بن أبي طالب إنه هو النجوم؟ السبب الأول لأن ترجحنا احنا وترجح كبار المفسرين زي الحسن وبكر بن عبد ومجاهد وقتادة. السبب الثاني لأنه قول يؤيده السياق، فهو بيتكلم عن الليل والصبح والنجم، ايه اللي جاب البقر الوحشي والظباء؟ يعني الثلاث اقسام، واحد بيتكلم والليل اذا عصعص، واللي بيتكلم على وقت الفجر. طب جبنا منين بقى البقر الوحشي والظباء؟ السبب الثالث لان القرآن عمره ما اقسم على الظباء، القرآن دايما بيقسم بالنجوم ما بيقسمش بالبقر. طب ليه النجوم؟ لان النجوم فيها اربع مميزات، نجوما للشياطين، زينة للسماء، وبالنجم هم يهتدون. طيب وصفها بالخنوس والقنوس وهو الغياب تنبيها انها مخلوقات وليست آلهة، فلما افل قال لا احب الآفلين. الآية 15 فيها سؤال، ما معنى نفي القسم؟ قلنا لا في النفي بتفيد التوكيد، لا في القسم دي بتفيد التوكيد بدليل إنه لقول رسول كريم. طب الآية 17 فيها سؤال، لماذا لم نرجح قول مجاهد أن والليل إذا عسعس بالإقبال يعني أول الليل؟ ليه رجحنا أنه آخر الليل مش أول الليل، واللي هو قول ابن عباس؟ هنقول هذا من قبيل المشترك، بس احنا رجحنا السحر لسببه ايه؟ اول حاجة لأن ترجيح كبار المفسرين زي علي بن ابي طالب وقتادة والضحاك. تاني حاجة عن عبد الرحمن السلمي قال، خرج علينا علي رضي الله عنه حين ثوب المثوب بصلاة الصبح فقال، اين السائلون عن الوتر والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، هذا حين أدبر، وده حديث حسنه ابن كثير. السبب الثاني لأنه غالب استخدام القرآن، فالقرآن دايما بيحب لحظات السحور